والرباب آلة موسيقية قديمة جدا، استطاعت مجموعة رباب فيزيون أن تطور هذه الآلة وتمنح صبغة عصرية أخرجت الرباب من الطابع الفولكلوري الشعبي. حسين أوزيك التقى المجموعة والصورة لرشيد لطفي. العزف على آلة الرباب بكل ما تحمله هذه الآلة الموسيقية من دلالات رمزية للإبداع الفني ببلادنا. هذه الآلة بدأت تدخل غمار المعالم الإبداعية العالمية، فمجموعة رباب فيزيون تألقت في تطوير النمط الموسيقي للرباب ومحو الطابع الشعبي الذي ظل يلازمها منذ عقود خلت. ديما كنقولوا لا الامازيغيه ولا كاع التراث المغربي راه فولكلور، وكنقول لهم حنا جينا باش كنقول يعني للناس بان راه يعني الفن المغربي ولا الفن الامازيغي عامه يعني راه هو فن وعنده جذور ديالو وممكن يعني نطوروه. داكشي علاش درنا حنا المز بين دوك الالات، يعني بين الرباب وبين اللوتار وبين الناقوس وبين يعني بين لي بارول، يعني حتى الشعر الامازيغي حاولنا درنا واحد المز بين هاد يعني بين هاد الستيل الجديد اللي كاين دابا بحال لوريغي لو فانك لارينبي. المجموعة الموسيقية رباب فيزيون والتي رأت النور بمدينة أكادير سنة 2007 في ألبومها الجديد تحمل على عاتقها تحديث الأغنية الأمازيغية، سواء من حيث اللحن والأداء أو من حيث الكلمة والمواضيع. كاينين مواضيع مختلفة، كاينة لا فيزيون، كاينة لا فيزيون حتى في لي بارول في لا بويزي، كاين المواضيع إنسانية، مواضيع عامة يعني بحال لاخدينا أفولكي، لاخدينا مثلا تقرا ولا يعني مواضيع كتعالج قضايا انسانيه. كاين الشباب اللي هما يعني عندهم افكار عندهم ابداع، ولكن لسوء الحظ ما كاينش هناك يعني دعم، ما كاينش تشجيع. مجموعه رباب فيزيون والتي سيبقى اسمها مقترنا بهذه الاله بدات في وضع بصماتها الفنيه وبمشاركاتها المتميزه في مهرجانات وطنيه ودوليه. هكذا استهلت خطواتها الأولى في مشوار الألف رباب الموسيقي. فما الفائدة من عزف الموسيقى إن لم يكن الهدف تقاسمها مع الآخرين وإضفاء الصبغات العالمية عليها؟